الثقافية السودانية لجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي لعام 2015 هي الشاعر السوداني عبد الله إبراهيم موسى عبد الله شابو. اليوم في يوم تكريمه أضم صوتي إلى أعلى أصوات التكريم وأعرب لمرة أخرى عن محبتي الخالصة واحترامي العميق لكل آثاره لكل ما خطت يداه. عبد الله شابو سوداني الهوى والهوية، إنسان مرهف مرح بسيط وعميق، حبب الناس فيه بصدق المشاعر وسحر المفردة. اختار أن يعيش بينهم شاعرا، فاختاره مجلس أمناء جائزة الطيب صالح ليكون شخصية العام في الدورة الخامسة، عرفانا بفضله واعتزازا بما قدمه. كثيرة هي الأصوات التي يسكنها الفرح، وشاب بعطائه واحد من صناع الفرح. لو كان عنده صوت يعني الإحساس الجاني بدأ إنه هذا الوقت اللي زفت فيه الناس. أنا ولدت في الكوع عام 1937-38، لأنه بتكون شهر 9 سنة 37 يعني كده خلاص. ونشأت فيها في الكوع ودرست المدرسة الكتاب زمان رسيبة الأولية يعني في الكوع، بعدين مشيت المدرسة الوسطى في كوسي. الرحلة في طلب العلم امتدت ما بين الخرطوم ومصر وأمريكا والغرب المتوسط وانتهت إلى مدارج العمل. الشاعر الجميل والفيلسوف الأجمل، هكذا عرفه الشاعر الراحل مصطفى سند. مضى شاب معلما ومربيا مخلصا لوطنه وطلابه، متنقلا ما بين مدرسة أم درمان الصناعية وكوستي الفنية وبورت سودان الثانوية والأبيض الثانوية، ومن ثم موجها بوزارة التربية والتعليم، كما عمل في قسم المناهج والبحوث الفنية. وفي عام 1998 طلبته صحيفة الصحافي الدولي ليعمل كاتبا ومترجما بالقسم الثقافي بها، ذلك للاستفادة من خبراته وإلمامه باللغات العربية والإنجليزية والأسبانية التي ترجم منها إلى العربية مجموعة من قصائد الشاعر الأسباني غارسيا لوركا. لم تصادر المشاغل والشواغل من بستان شاب زهرة في لحن الحياة ولا عطرا من قارورة الكلام، فالشعر عنده أكسجين وماء. عبد الله كان دائما شاعر، وهو شخص مسكون بالإبداع مسكون بالشعر، جوفه مليء بالشعر كامتلاء البيضة بلحمها كما قال ويليام شكسبير. أكثر من نصف قرن ظل عبد الله شابو ينشر قصائده على الصحف والمجلات، والتي من بينها الصراحة، الأيام، الرأي العام، ومجلة الخرطوم. فهو يبدع حينما يكتب ويدهش إذ يسمع. إذا عايز تسمع شعر أسمع من شابو. شابو والفيتوري الإلقاء عندهم ممتاز جدا، يعطي للقصيدة مذاقا مدهشا جدا. عبد الله شابو الذي أطلق عليه زملاؤه أيقونة الشعر السوداني نشر أول ديوان له أغنية لإنسان القرن الحادي والعشرين عام 1968، ويعتبر شابو واحدا من رواد الشعر الحداثة في السودان وناشطا في الحركة الثقافية في السودان. وقد صدرت له مجموعة شعرية عن دار عزة للنشر والتوزيع بعنوان أزمنة الشاعر الثلاثة، جمع من خلالها رحيق تجربته عبر دواوينه الثلاثة: أغنية لإنسان القرن الحادي والعشرين، حاطب الليل، شجر الحب الطيب. وقد حظيت جميعها باهتمام النقاد في السودان والوطن العربي. وقد أنتج شاب شعرا إنسانيا تمرد فيه على المألوف والتزم التفعيلة، فأحبه كثيرون وفتنوا بموسيقاه. أحبك لا أقول، أحبك لا أقول، ويشدني شوقي إليك، وكيف بالشوق الوصول، وأريد أبدأ بالسلام تزلفا، فيردني طبع خجول، تمشين فارعة فتنفتح النوافذ كلها فرحا، وينهمر الصهيل،
تأتين في زمن المغني فتبسم زهرة خجلا ويبتهج النخيل. آخرون اقتربوا من شابو ما وراء المفردات الشعرية فوجدوه هادئا مبتسما بسيطا جميلا وجليلا، فيه من تصوف ابن عربي وحذق الغزال الكثير. عبدالله شابو شاعر إنسان، وهو رجل صوفي، رجل متواضع، رجل على بساطته ويتعامل مع الأشياء بكل بساطة. ما زال شابو يعطي بسخاء، وما زال الشعر عصا ترحاله في دروب الحياة، فهو الآن رئيس رابطة الكتاب السودانيين ورئيس نادي الشعر باليونسكو الخرطوم. وعبر هذه المساحة لا نستطيع أن نصل الساحل ولا نكشف كل ما تخبئه أعماق بحر أبيض من جواهر الأدب ولآلئ الشعر الرصين، فالصورة والصوت هنا احتفاء بإنسان نبيل. وشكرا، شكرا لعالم جميل. برضو نشكر زين يعني، وأن نلقى في كل يوم يعني قمة جديدة، قمة تستخرجها قمة زي زين يعني. نشكر شركة الزين شكرا جزيلا على ما يعني قامت به في سبيل رعاية الثقافة والفنون في السودان.